بداية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة الإطلاق المكثف للقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة على خلفية اقتحام مستوطنين الصهاينة منطقة مقام قبر النبي يوسف شرق نابلس تحت حماية جنود الاحتلال. المواجهات اندلعت مباشرة بعد دخول حافلات تقل متطرفين يهود تحت حراسة جيش الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس الخاضعة للسلطة الفلسطينية. إلى ذلك نجت حكومة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت من تصويت بحجب الثقة رغم فقدانها أغلبيتها البرلمانية، وذلك في أول جلسة لبرلمان الاحتلال في دورته الصيفية.